كيمستري لاب بترحب بيكم طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر درس عندنا في المنهج بعنوان السولت. الأول عايز أعرف إزاي السولت بيتكون. وأنت مثلا عندك سولت وليكن مثلا إم إكس، كنت بتقول إن الإم ده البوستيف والإكس ده نيجاتيف، تمام. البوزيتيف عندنا اسمه كاتايون، يبقى الكاتايون ده البوزيتيف ايون، والنيجاتيف اسمه اناين. يبقى انا افهم من كده ان كاتايون مع اناين يدينا صوت. طيب هو الكاتايون ده جاي منين؟ قال لي جاي من بيز. والاناين ده جاي منين؟ جاي من اسيد. زي ايه بالظبط؟ مش احنا خدنا في تفاعلات النيتروليزيشن رياكشن هي تفاعل بيحصل ما بين بيز مع اسيد ويديك سولت ووتر. تعالى كده نشوف السولت هيتكون ازاي. عندك بيز وليكن مثلا NaOH، ده بيز او الكلي اسمه صوديوم هيدروكسيد، ده البوزيتيف وده النيجاتيف مع HCl، ده اسيد اسمه هيدروكلوريك اسيد، ده البوزيتيف وده النيجاتيف. بيحصل هنا دبل سبستيوشن. ايه دبل سبستيوشن؟ البوزيتيف ده اللي هو ال Na بوزيتيف هياخد ال Cl نيجاتيف، فهيدينا Na Cl، ده اسمه كاتايون وده اسمه اناين. وطبعا هيحصل هنا برضك دبل سبستيوشن، اتش بوزيتيف مع الاو اتش نيجاتيف عشان تديك الووتر اللي هي H2O. ده السولت اللي عندك. يبقى السولت ده كان اصله ايه؟ كان اصله بيز اتحد مع اسيد. البيز اخذنا منه البوزيتيف ايون والاسيد اخذنا منه النيجاتيف ايون. يبقى انت عندك السولت بيتكون من شقين. الشق الاولاني اللي هو بيكون على الشمال اسمه كاتايون، الشق الثاني اللي هو بيكون على اليمين اسمه انايون. الكاتايون ده بنسميه بيزك راديكال لانه جاي من بيز، والانايون ده بنسميه اسيدك راديكال لانه جاي من اسيد. بناخد النيجاتيف ايون بتاع الاسيد مع البوزيتيف ايون بتاع البيز. كده احنا كوننا السولت وعرفنا بيتكون من ايه. تعالى كده نشوف حاجة كمان. عندك مثلا المونو بيزك، احنا خدنا قبل كده عندنا مونو بيزك اسيد. مين هما المونو بيزك اسيد؟ راجع كده معايا الدرس اللي فات. المونو بيزك اسيد هي اسيد، هي اسيد لما بتيجي تدوب في المية تطلع لك H واحدة، H بوزيتيف ايون، زي HCl، زي HNO3، زي الاسيتيك اسيد اللي هو CH3COOH، تمام. دول كلهم بنسميهم مونو بيزك. برضك اخدنا HClO4 اللي هو البير كلوريك اسيد، واخدنا ال HI ده بالنسبة للمونو بيزك. طيب كلمة مونو بيزك معناها ان هو بيطلع لي H واحدة، خلاص. طب انت عايز تقول لنا ايه؟ ان المونو بيزك اسيد يكون one type of salt. اديك مثال، عندك مثلا اللي هو النيتريك اسيد HNO3 ده مونو بيزك، ما بيكونش غير املاح نيتريت فقط لا غير. اديك اكزامبل، ملح مثلا وليكن NaNO3، ملح مثلا وليكن كالسيوم نيتريت، فده كده اقول عليه نوع واحد بس من السولت. طيب بالنسبه للداي بيزك، داي بيزك اللي كان بيطلع لي اتنين بروتون او اتنين هيدروجين ايون زي H2SO4 كان تطلع اتنين H،
زي H2CO3 كان تطلع لك 2 H، زي الأوكساليك أسيد COOH و COOH كان يطلعوا 2 H، وزي الكربونيك أسيد والسلفوريك أسيد والأوكساليك أسيد. طيب دول داي بيزك، دول يعملوا ايه؟ يعملوا نوعين من الاملاح. نمسك مثلا ال HSO4، ممكن يعمل لك ملح صلفيت SO4 نيجاتيف، وممكن يعمل لك ملح اسمه هيدروجين صلفيت HSO4 نيجاتيف. طب الكربونيت اللي هو الكربونيك اسيد هيعمل برضك نوعين من الاملاح، ممكن يعمل CO3 نيجاتيف وممكن يعمل HCO3 نيجاتيف، ده بنسميه هيدروجين كربونيت او بيكربونيت. اديك مثال، زي مثلا املاح الصلفيت تعمل لك نوعين من الاملاح، ممكن تعمل لك Na2SO4 ده ملح اسمه صوديوم صلفيت، وممكن تعمل لي NaHSO4 ده ملح اسمه صوديوم بيصلفيت او صوديوم هيدروجين صلفيت. عندك مثلا الكربونيت الكربونيك اسيد هيعمل لك ملحين، ممكن يعمل لك ملح اسمه K2CO3 ده ملح اسمه بوتاسيوم كربونيت، وممكن يعمل ملح KHCO3 يعني يعمل لي بوتاسيوم بيكربونيت. طيب التراي بيزك، التراي بيزك احنا اخدنا فيه H3PO4 اللي هو الفوسفوريك اسيد، ده بيطلع طبعا 3 بروتون او 3 هيدروجين ايون، واخدنا السيتريك اسيد. طيب دول ممكن يعملوا 3 انواع من الاملاح. يبقى انت عندك المونوبيزك اسيد يعمل لك نوع واحد بس من الاملاح، الداي بيزك اسيد ممكن يعمل نوعين، التراي بيزك اسيد ممكن يعمل لك 3 انواع من الاملاح. طب ده ممكن يعمل املاح زي ايه؟ قال لي زي مثلا Na3PO4 ده اسمه صوديوم فوسفيت، او Na2HPO4 ده صوديوم هيدروجين فوسفيت، او NaH2PO4. تمام كده 3 انواع من الاملاح. يعني ممكن يعمل لك املاح PO4 نيجاتيف، ممكن يعمل لك املاح HBO4 نيجاتيف 2، ممكن H2PO4 نيجاتيف. طب ده بالنسبه لي المونو بيزك والداي بيزك والتراي بيزك. نمسك بعد كده النيم اوف سولت. النيم اوف سولت عندك مثلا HCO3، ممكن اسميها هيدروجين كربونيت لان CO3 دي مجموعه الكربونيت، او ممكن اسميها بي كربونيت. HSO4 اسميه هيدروجين صلفيت، او ممكن اسميه بيصلفيت. طيب لو انا جيت قلت لك مثلا اكتب لي ملح وليكن الملح ده ايرن كلورايد، تعال كده نشوف ايرن كلورايد. الايرن معروف ان هو يا اما بيكون ثنائي او ثلاثي، يا اما بيكون داي فيلنت او تراي فيلنت. اكتب لي الايرن كلورايد. لو جالك سؤال زي ده في الامتحان اطلب رئيس الدور واقول له ان في غلطه في الامتحان. ليه؟ لان هو ما حددلكش الايرن ده هل هو ثنائي ولا ثلاثي. طب المفروض يجيب لك السؤال ازاي؟ يجيبها لي كده ايرن، لو كتب لي شرطتين يبقى انا هعتبر ان الايرن ده ثنائي. طب لو كتب لك 3 شرط يبقى انا هعتبر ان الايرن ده ثلاثي. طيب هيبقى الرمز هنا ايه؟ FeCl2، وهنا هيبقى الرمز FeCl3. طيب ممكن ما يجيبلكش ايرون ثنائي ويكتب لك مكانها فيريوس، هي هي على فكره، وممكن الايرون الثلاثي يكتب لك مكانه فيريك. يبقى انت عندك الفيريوس،
ده الايرن فيه ثنائي والفيريك الايرن فيه ثلاثي. طيب لو كتب لك الومنيوم ثلاث شرط، معروف ان الالومنيوم تراي فيلنت كلورايد، برضك اطلب رئيس اللجنه وقول انه في غلطه في الامتحان. ليه؟ الالومنيوم معروف ان هو تراي فيلنت، فما بيكتبهاش بالطريقه دي، دي غلط. يكتبها لك كده الومنيوم كلورايد على طول. ليه؟ لان الالومنيوم معروف ان هو ثلاثي والكلورين مونوفالنت، فلما تيجي تعمل سيزر هيبقى ايه؟ LCl3، ده رمز الالومنيوم كلورايد. يبقى هو ما ينفعش يكتب لك ثلاث شروط هنا، لان معروف اصلا ان الالومنيوم تراي فيلنت. احنا قلنا المعلومه دي قبل كده، ان الاسيديك اناين اللي هو النيجاتيف ده بيتكتب على اليمين والبيز بيتكتب على الشمال، ولكن خد بالك من حاجه، لو كان في راديكال اورجانيك زي مثلا الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد رمزه CH3COOH. في الاورجانيك سابستنس احنا بنكتب النيجاتيف الاول ثم البوزيتيف. لو الاسيتيك اسيد ارتبط بصوديوم هيدروكسيد عشان يديك ملح، الملح اللي هيتكون ده اسمه صوديوم اسيتات. طيب هيكون رمزه ايه؟ في الاملاح العضويه اللي بيكون فيها راديكال عضوي اورجانيك بنكتب النيجاتيف الاول اللي هي مجموعه الاسيتات اللي هي CH3COO، وبعد كده بنكتب البوزيتيف، عكس اللي هي المينرال سولز. المينرال سول زي مثلا لو قلت لك اكتب لي رمز صوديوم صلفيت، هتكتبها ازاي؟ الصوديوم Ne والصلفيت SO4، ده الفالنس بتاعته ب1 وده الفالنس بتاعته ب2، نعمل سيزر هيبقى Na2SO4. يبقى احنا هنا بنكتب البوست في الاول ثم النيجاتيف، ولكن لو كان فيها راديكال اورجانيك بنكتب النيجاتيف الاول ثم البوستيف. طيب ازاي بقى نكون سولت؟ اول حاجه احنا ممكن نكون سولت عن طريق ان انا افاعل اكتيف ميتال مع دايليوتد اسيد. تعالى كده نشوف مين هم الاكتيف ميتال اللي احنا كنا واخدينهم في ثالثه اعدادي، كنا بنسميهم كيميكال اكتيفيتي سيريز، زي بالظبط كده كان بوتاسيوم، بعد كده صوديوم، بعد كده باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمونيوم، بعد كده ايرن، زنك، ايرن، بعد كده كنت بشد خط بحط هنا اتش سي يو اي جي اي يو. اللي تحت الخط دول بنسميهم ان اكتيف ميتالز، دول ما بيتفاعلوش مع الاسيد لان هم ليس اكتيف زان هيدروجين. اي واحد من دول لو اتحد مع دايليوتد اسيد يكون لك سولت، زي مثلا هناخد ال MG مع ال HCl هيديك MgCl2، ده ملح اسمه مغنيسيوم كلورايد ويطلع لك H2. يبقى اي اكتيف ميتال يتفاعل مع الاسيد هيديك سولت ويطلع لي جاز اسمه هيدروجين جاز. نمسك مثال تاني، الومنيوم مع ال HCl كان بيدينا AlCl3 plus H2، عشان اوزن المعادله حط هنا 2 6 2 3. يبقى اي اكتيف ميتال يتفاعل مع الاسيد يديك سولت ويديك هيدروجين ايه جاز، ولكن لو حطيت سي يو مع الاتش سي ال هنا هدينا نو رياكشن. دي طريقه تكون بيها الاسيد. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الميتال اوكسايد اخدناها قبل كده، الميتال اوكسايد احنا اعتبرناه بيز، يتفاعل مع الاسيد ويديك سولت ووتر. تعال كده نشوف، زي مثلا ايرن اوكسايد مع H2SO4، ده هيحصل دبل سبستيوشن فهيدينا FeSO4، ده ملح اسمه ايرن سلفيت ويطلع لي H2O. يبقى اذا بنقدر نحضر او نجيب
ملح عن طريق بنفعل اكتيف ميتال مع الدايليوتد اسيد او بنفعل الميتال اوكسايد مع الاسيد. طب ايه الطريقه الثالثه؟ عندي دلوقتي ميتال هيدروكسايد، ميتال هيدروكسايد وليكن الميتال هيدروكسايد عندك NaOH، لو فعلته مع اسيد زي HCl ده كان تفاعل نيوتراليزيشن NaCl بلس H2O. يبقى احنا خدنا دلوقتي ثلاث طرق لتكوين الاسيد، اكتيف ميتال مع دايليوتد اسيد، ميتال اوكسايد مع الاسيد، والميتال هيدروكسايد مع الاسيد. طيب الطريقه الرابعه ميتال كربونات، وليكن مثلا Na2CO3 او ميتال بيكربونات مش هتفرق، يتفاعل مع الاسيد وهيديك ثلاث حاجات، هيديك ملح وهيديك ميه وهيطلع جاز اسمه كربون دايوكسيد جاز، اللي كان بيعمل ايه في اللايم ووتر؟ التوربيد ذا كلير لايم ووتر. يبقى احنا دلوقتي اخدنا الطرق اللي احنا بنقدر نعمل بيها سولتس. يبقى اول طريقه اخدنا اكتيف ميتال مع الاسيد، وبعد كده الطريقه الثانيه ميتال اوكسايد مع الاسيد، الطريقه الثالثه اللي هي ميتال هيدروكسايد مع الاسيد، الطريقه الرابعه اللي هي ميتال كربونيت او بيكربونيت مع الاسيد. دول الاربع طرق اللي انت بتستخدم فيهم الاسيد. طيب نمسك بعد كده، هل الاسيد لما بيتفاعل مع البيز هيديك سولت؟ هل السولت ده بيكون نيوترال سوليوشن البي اتش بتاعته ب 7؟ مش شرط. طيب ليه؟ لان السولت بينتج من تفاعل اسيد مع بيز، بيز مع اسيد يديك سولت ووتر. طيب لو عندك البيز هنا كان ضعيف ويك زي بيز ويك، احنا ما خدناش غيره NH4OH، مع اسيد قوي سترونج زي HCl هيديك ملح، هيدينا ملح اسمه NH4Cl، ده الكيميكال فورم بتاعه اللي هو اسمه امونيوم كلورايد، وهيديك H2O. بس لو قست البي اتش بتاع الملح ده هتلاقيه اقل من 7، معنى ان هو اقل من 7 less than 7 معناه ان هو ليه اسيديك افكت. طب هو ليه ليه اسيديك افكت؟ ليه مش نيوترال يا مستر؟ عشان دلوقتي هو اصلا كان جاي من بيز ضعيف مع اسيد قوي، بيز ضعيف مع اسيد قوي يديك ملح يكون ليه اسيدك افكت. طيب لو انت فعلت الاثنين اقوياء زي مثلا صوديوم هيدروكسيد ده بيز قوي، هفعله مثلا مع النيتريك اسيد اللي هو HNO3 ده اسيد قوي، الاثنين هنا اقوياء، ده سترونج مع سترونج يديك ايه؟ هيدينا ملح، والملح ده هيكون البي اتش بتاعته ايكوال 7 نيوترال. ليه نيوترال؟ لانه جاي من تفاعل صوديوم هيدروكسيد ده بيكون قوي والنيتريك اسيد قوي، الاثنين اقوياء فيديك ملح بيكون نيوترال. NaOH مع HNO3 هيدينا ملح اسمه صوديوم نيتريت، ده ملح متعادل يا جماعة، البي اتش بتاعته ب 7 عشان هو جاي نتيجة تفاعل سترونج بيز مع سترونج اسيد. طب لو الاتنين ضعفاء، عندك مثلا NH4OH ده ويك بيز مع CH3COOH ده ويك اسيد يديك ايه؟ هيديك سولت، البي اتش بتاعته بردك بتساوي 7. طب ليه بقى بتساوي 7؟ هقول لك ليه. لان هو جاي من تفاعل ايه مع ايه؟ ويك مع ويك. فسترونج مع سترونج يديك نيوترال سوليوشن، ويك مع ويك يديك نيوترال سوليوشن. طب لو سترونج مع ويك الكفه هتميل ناحيه السترونج. لو انت فعلت مثلا سترونج بيز مع ويك اسيد هيديك ملح، ولكن هيكون ليه بيزك افكت زي بالظبط كده، سترونج بيز زي NaOH مع ويك اسيد مثلا وليكن H2CO3 ده كربونيك اسيد،
هيدينا Na2CO3 مع H2O. هنا يا جماعة ده بيكون ايه؟ ال Na2CO3 ده هيكون ليه basic effect، لو جيت استلو ال pH بتاعته هتكون greater than 7. ليه؟ لأنه جاي من strong base، البيز هنا يتفوق على الأسيد، مع weak acid. طيب تعالى كده ناخد example كده للدرس. 5 aqueous solution B و Q و R و S و T have the same concentration، تمام، و different pH value. اوكي، which of these choices represents the previous substance؟ تعالى كده نشوف. عندك البي، البي اتش بتاعته ب1، معنى ان هي ب1 معناها ان هو strong acid. طب الكيو، البي اتش بتاعته مقربه من ال7، يبقى معنى كده ان السترينث بتاعته هتكون اضعف. طب الار ب7 بيبقى ده نيوترال سوليوشن. الاس هي قريبه من ال7 يبقى ده ويك بيز. التي هي قريبه من ال14 يبقى ده سترونج بيز. يبقى انت عندك التي ده هل هو صوديوم اسيتات ولا امونيوم كلورايد ولا هيدروكلوريك اسيد صوديوم كلورايد بوتاسيوم هيدروكسيد؟ تعالى كده نصنفهم. صوديوم اسيتات ده بيكون ويك بيز. عرفت منين؟ لان هو جاي من تفاعل صوديوم هيدروكسيد مع اسيتيك اسيد، سترونج بيز مع ويك اسيد، فهيديك بي اتش قريبه من ال7، هي اعلى من ال7 بس قريبه من ال7، ما اقدرش اقول ان هي تقرب من ال14 لانه في الاصل في اسيد اساسا، ولكن البيز تفوق نتيجه وجود الصوديوم هيدروكسيد ده سترونج بيز. امونيوم كلورايد، الامونيوم كلورايد ده هيكون اسيد، البي اتش بتاعته اقل من 7 ولكن برضك هيكون قريب من ال7. هيدروكلوريك اسيد، اه ده اسيد بقى اللي صرف ده، ده بيكون سترونج اسيد. يبقى انت عندك الهيدروكلوريك اسيد اكيد اكيد هو البي، يبقى البي ده يا جماعه هيدروكلوريك اسيد، البي هو الهيدروكلوريك اسيد. خلاص عرفنا احنا ان الاجابه هتكون سي. طيب الصوديوم كلورايد ده بيكون نيوترال، نيوترال اللي هو الار. ليه؟ لانه جاي من تفاعل صوديوم هيدروكسيد ده سترونج بيز مع هيدروكلوريك اسيد ده سترونج اسيد، فهيدينا نيوترال سوليوشن. البوتاسيوم هيدروكسيد، البوتاسيوم هيدروكسيد ده بيكون سترونج بيز واكيد قريب من ال14، يبقى الرمز بتاعه تي، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون سي. طيب مثال تاني، 25 مللتر of 0.1 molarity acid are titrated by 0.1 molar base. Which of these acid and base produces a solution which has higher pH at the end of the neutralization؟ طيب higher pH معناها ايه؟ معناها بيز، لان البيز اكبر من 7، يبقى انا هفاعل مين مع مين؟ هفاعل strong base مع weak acid. يبقى انا هنا في الاختيارات بتاعتي هختار strong base مع weak acid. طيب CH3COH ده weak acid، NaOH ده strong base، يبقى اكيد الاختيار بتاعي هيكون A. طب تعالى كده نشوف بقية الاختيارات غلط ليه. HNO3 ده strong acid مع NaOH strong base، فده هيديك neutral solution، يبقى الاختيار B ده غلط. HNO3 ده strong acid مع NH3 ده weak base، فهيديك acid salt ولكن بيكون لي acidic effect، يبقى برضك C ده غلط، لأن هنا بيقول لي higher pH، أعلى في ال pH يعني أعلى من 7. CHCCOH و NH3 الاثنين ضعفة، فال pH بتاعتهم ب 7، يبقى برضك الاختيار دي غلط، يبقى إذا الاختيار بتاعنا هيكون A. وبكده نكون وصلنا للنهاية، أتمنى يا رب إن نكون فدتكم، ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم.